السلام عليكم شبابنا، شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وانتم مشاهدون الفيديو اليوم، مقطع اليوم راح يكون تجربه من بعد الفلوق الاول من اشترينا مسبح. اللي ما يعرف اشترينا مسبح وفرشناه نموذج، راح اخليكم رابط الفيديو بالوصف، روحوا شاهدوه وتعال كمل الفيديو. شفت تعليقاتكم اكثريتها، قلتوا لي بالتعليقات حيدر سوي تجربه انه تجيب كرات وترسم المسبح، فاليوم راح اسوي لكم شيء كلش حلو وغريب، فتابع الفيديو للاخير، راح نسوي اشياء كلش حلوه. حبايبي قبل لا نبلش بالفيديو راح نسوي سلسله تحديات، شويه راح ننوع من محتوانا، بس للاكثر راح ننزل تحديات بالمسبح. فاذا ما اشتركتم بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات حتى يوصلكم كل واحد جديد، وطي لايك للفيديو حتى تحمسونا ننزل فيديوهات كل يومين ثلاثة واحتمال كل يوم من اشوف دعمكم. طبعا شباب هاي غرفتي الجميلة انا مودي، فذن اشياء اشتريناها للمسبح بعدين راح تعرفوهن. هذا الشليف مالت ايش مودي؟ مال طوبات. نصعده فوق، ما ادري اوريكم ذن الاغراض. تمام، نصعد فوق ونكملون التصوير. تمام تمام، يلا مودي خلنا نطلع. Let's go. Let's go الى المسبح. يلا اوكي حبايب قلبي، هذا المسبح. طبعا الفيديو اللي بعده راح يكون تجهيزات المسبح، راح نصور لكم انا ومودي نشتري نجادة وتوب. اوكي هذا الشليف، طبعا شو تقولون يكفي او لا اكتبوا لنا بالتعليقات. يلا مودي، ها مو شو سلخت؟ شنو هاي مودي؟ شنو هذا؟ ربك شلون انتبهت لي؟ دور وشم مو؟ طبعا انا اكره شيء وشم. ونصيحه للشباب، ابو اللزق ايش بيك؟ ها ابو العلج هذا؟ نصيحه للشباب والبنات، لا حد يدق وشم لان بعدين تتندمون. يلا عيني مودي اعطيني، خلينا نفتح ما نطول عليكم. افتح من جوا. اوكي يلا هات ايدك، يلا كفو بسرعه. يلا عيني فعل. تمام اسحب اسحب. اوه خلي على صفحة هنا بالقاع افتحن. افتح اول طوبة، هاي انا فتحتها حتى تطيح البزونة مالتي. ثاني طوبة، لا تفتح ثاني طوبة ثاني طوبة، افتح خلي هنا افتح. انا راح اصور مودي. يلا الوان كلش حلوة، عندنا صار اربع اكياس عندنا، والله كم كيس، صار خمسة ستة سبعة. اوه على الوان في شيء خرافي، ايش راح يصير؟ طبعا راح يطوفون كلهم على المسبح على سطح. ثمانية تسعة تسعة عشرة عشرة. أول شو طبيعة الجو شنو وضعية؟ يلا أوه صيني هل شو نسوي مودي؟ كل عليك تفتح لنا واحد واحد وتكبه بالمسبح. طبعا هاي الكرات يعني كبيرة شوية كلش حلوة، يلا ألوانها فاتحة حلوة. يلا تعال زي من هاي قطع رأسه، لا من أنفك. اها اوكي بعد 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 شوي. اها ها يلا تعال تعال هنا، يلا روح. هاي هيم. واو شباب بدائيا اشياء كلش حلوه، شنو رايك مودي؟ والله حلوه. تقريبا هاي بعدنا احنا هسه 10%، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا ولد. يلا تعال مودي تعال، هاي حبيبي ثواني. يلا توكل ويحل اقوى مو بدي حافه. يلا اوكي فتح روح. هلو شباب التجربه كل السعيد فيها لان الوان حلوه. يلا عين يلا تعال بعده اعطيني. يلا الزمه اها ها يلا من فوق من فوق. يلا اوكي فتح روح. هاي الكرة واو والله حلوة، فشي خرافي. يلا روح روح هناك، يلا روح هناك. يلا عادي هسه ما يتجمعون تلقائيا عندك بعد. يلا طبعا شيسين وما شاء الله شكل واحد اثنين ثلاثة
اوكي صار مودي خبره بعد. يلا هذا عم عاني عاني سموني مودي مسبح. مودي مسبح شنو هاي؟ يعني انا خبره بالمذابح. حلو 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 شباب، اعطونا رايكم بالتعليقات، شنو رايكم لحد الان؟ هتوقع على الجيران. يلا 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 طالع عشانك طرزان. اعطيني من هنا ملحفة ملحفة كلش. اي من هنا اطير الصبع مودي. مالي خبر خبر. يلا سنين انا بهاي الخبرة. سنين يلا عندنا شيء زين. اوكي زين مودي ما تدبر يعني ما عليك تفتحها. ها شو اسوي؟ اوكي واو شكل خرافي. عندك بعد واحد؟ اه مو شو اعطيت؟ اعطيني يلا ايش روح مش ما كيف هذا ترى اساس المسبح. يلا عاد ها هم شلقوها. يلا لان مشيل هسه خليني بالعلاقه. طبعا شباب شو تراس ربع المسبح معقوله 500 تراس ربع المسبح. أبا رحنا لازم نطشرهن إذا صفهن. والله طشرهن عسى أقف خلي لبهن وأطبخ. لا لحظة شباب طبعا شباب هيك أحسن مما نتس المسبح لأن بعد ما نقدر نتحرك. تمام عاد هذا يصير بنصنا ونقدر نطوب بيناتهن وما يطافرن. إذا نترس المسبح بس تطفى كلهن يطشرن مثل البليارد. هسه مودي تنظف المكان. عاشت ايدك مودي. مودي مكيف مصلخ كيف بعد. هسه مودي راح يدخل يلا يرتبهن بعد. يلا مودي رتبهن. شي طرزان شي شنو طرزان مودي معك؟ والله شنو رايك طرزان مودي؟ يلا شي شوف خلي نقلل. يا الله بس مو شي تحيل. لا مو شي تحيل. لا 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 يلا يلا باي باي. جاهز؟ يلا روح بنصهن. يلا بنصهن بس مو تطفين على الجيران جبان. يلا روح يا البحر. ها وين بارد؟ وين ما بارد؟ هاي الشمس اللي بعينك. يلا سمكة القرش جايتكم. طبعا عندنا تحديات قبل تبلش ما مطروقة باليوتيوب وراح تفاجئون كلش بيها. شنو هذا قام يسيد؟ والله تعال تعال وش وين ما شو ما تقبل تعال. راح شباب ابعد عليك ابو الطبع. يلا بس هسه الترس لا حلو حلو الترس المسبح هسه شكله بس احسن من انه يكون هيك احلى. يلا يلا اوكي هاي الحركه ذبحنا بيها بالله العلي العظيم ذبحنا بيها ذبح. لا ما اشوف مودي شنو انا بس اصورك يعني؟ ها؟
اما طب اسبحاني يعني ابد ما سابح فيه تقريبا بس مره باول فلوق. حلوات شكلهن؟ ها؟ شكلهن كلش حلو. كلش حلو. واو. طبعا هواي اشياء فلوق عن فلوق نرتبهن. هواي اشياء راح نشترينا كاتبين انا مودي راح نشتريهن. تمام؟ مودي اكثر لون تحبه. عادي لونين؟ لون واحد هسه اكو واحد يحب لونين يعني؟ انا احب ثلاث الوان بس راح اعطيك لونين. الازرق. الازرق. الاصفر والاحمر. مثلا. شنو؟ لون واحد، لون واحد تختاره تفضل. الازرق. وين الازرق؟ هذا سماوي مو ازرق. شباب اصفر هذا. اكتبوا لنا بالتعليقات لونكم المفضل. هاي اربع لون راح اطير هاي راح. بق. لا. يلا مودي عندنا تحديات ثانيه نسويهن تمام؟ تعال يلا اطلع يلا نبلش يلا راح اموت اطلع اطلع واحد احسب لي يلا وش يسوي هذا؟ مودي تحداك تحدي يلا تمام؟ ايه. مصطعد ثانيه جوا الماي نفس عميق يلا جاهز؟ وقف بس عادك مشي يلا عادي واحد اثنين ثلاثة طلاق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 أوه ماي جاد 21 21 مو طبعا راسك ما مبين ولا الكرات راسك بكبر الكرة هاي يلا التحدي اللي بعده إلي اعطيني التحدي. اعطيك تحدي تحدي. اه مودي. اه عيدر التحدي الثاني الك. شنو بس قبل كل شيء انت على الساعة. اي والله صدق. شو راح تسوي لو لك؟ تحدي اعطيني اياها. تفضل. التحدي يقول. ايه. تضرب دقلة انت وجو المي. دقلة جو المي؟ اي. سهلة. يلا. زين اضرب دقلة هيجي طيارين. يلا. ها؟ اي. بس اوقف اوقف. قبل لا اسوي. راح اسوي لك راح اسوي لك باك فليب. راسك. ها؟ راسك. راح ارجع لي ورا هيك عادي. يلا. روح. واحد اثنين. واحد اثنين ثلاثة. اي اي. اوه. 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 اخ راسي. مو قلت لك. اخ الماي مو عميق يا ولد. اخ راح. ها يلا تبي تحدي عبرها بنفس واحد؟ يلا خسرت خسرت وات 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 شو هذا الحماق؟ يلا التحدي الثاني. طبعا شباب انا انسان فعال يعني بسرعه انفعل. يقولوا لي تشيت وانا ما اعرف اسبح تشيت. مصيبه والله مصيبه لا حد يجرب نصيحتك. لان الكرات تخبلك. مستر بيس. مستر بيس كله يجيب يصرف على الفيديو 500 الف دولار نص مليون دولار يعني عادي. الى نسيبين مالتهم. طبعا شباب اكذب عليكم اذا اقول لكم اسبح بالمسبح بس بالتصوير والله العظيم وعلى مودكم لان هواي طباو ذاك الفيديو الفلوق الاول مالت المسبح مركبنا قالوا الحين ليش ما سبحت فانا على مودكم فيب اوبا المسبح ولا ابالي انا انسان طويل يعني ما يكفيني هذا عمي شنو تعال تعال عمي اشتريك كذب حيدر اعتزل اعتزلت يا عمر روح انا ما سباحة لا واطلع تحداك تحدي بعده يلا طبعا الكرات كلش حلوة ها شنو هاي؟ هذا هذا من هنا مودي راح اعطيك تحدي ليتس جو ملك التحديات دقلة تحت الماء اوه تمام بمكانك مكاني اي بمكانك بشوية راح ارجع يلا اوكي شوي صعبة ماكو صعبة شو يقول ماسك تحديات يلا يلا
اوه سواها. طبعا شباب كنت بمود التحديات وإلي تحديات بالتعليقات حتى كل واحد يختارهن. اي تمام. وحده ثانيه يلا تقدر. روح. لا ما ضبطت هاي. اه والله ما ضبطت. شو الا روح. تعالوا بابا تعالوا. اوف طبعا اوف طبعا. روح انطلق. اه سواها. لم تضبط معنا. وش مكراح مودي؟ وش مراح؟ ها وش مكراح؟ يلا مودي تعطيني تحدي بعدين لي؟ اني شديك شطيك شطيك. تحدي لك يا حيدر. يلا التحدي يقول ايه؟ توقف تك رجل لمدة 50 ثانية. سهلة. يلا ارفع رجلك. ارفع رجلي. يلا احسب. 1 2 3 4 5 6 7 8 ها ايه 11 11 12 13 14 15 16 47 48 49 50 51 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 هاي دقيقة. تحدياتك ايزي ايزي. يلا تحدي اخر. يلا تعال حداك تحدي. ايه اللي هو اخير. تفتر بمكانك 3 فرات بالمي. ها يعني هيك؟ هيك تفتر مثل البروانة. يلا اوكي. يلا جاهز؟ يلا 3 2 1 جو. 1 2 3 4 5 6. اه حلو سوى الضعف. عاشت ايدك. تحديات ما نحركها كلها في هذا الفيديو. الفيديو الاخر ان شاء الله نسوي لكم اشياء حلوه وتحديات ومغامرات ومشتريات. جاهز؟ جاهز. خلي حطوا لايك وكومنت. شباب حطوا لايك وكومنت وتفعيل زر التنبيهات. ما بقى لنا شيء على 3 مليون. اوكي حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يا رب يعجبكم هذا الفلوق البسيط. ان شاء الله هذا شيء بسيط من سلسله مثل المسبح. اشترينا كرات ونشتري هواي اشياء. اكتبوا لنا بالتعليقات شنو تردونا نشتري وشنو التحديات المودي والي. وراح تبدا مغامرات وكلش حلوه. مو بس مسبح راح تكون سفرات واشياء كلش كلش دايم. ومودي ضيفونا على انستغرام مالتي مال مودي على الشاشه حتى اقول لكم شو وقت ننزل فيديوهات. احبكم يا احمد متابعين. ترقبوا فيديو كل 3 ايام او 4. مع السلامه. I never got anyone's help. I had to do it all myself.